فنان والله لو اخذ الحلقه كلها اتكلم في حقه، لانه في حقه هذا الرجل من الطراز القديم والمعتق والحاضر والمستقبل، جميل بكل حالاته، كلنا استمتعنا ونستمتع لما نشوفه سواء على خشبه المسرح او على التلفزيون او حتى لما تشوفه برا في الخارج، يعرفك ما يعرفك هو حاس نفسه، هو معتبر نفسه منك وفيك، جميل جدا وخير من يمثل الكويت سواء داخل الكويت او برا الكويت. ما بيطيل على هذا الفنان القدير، وشكرا له لقبول هذه الدعوه، ودائما هو مميز بحضوره سواء بلقاءاته التلفزيونيه الاذاعيه الصحفيه، واحنا نحبه من قبل والحين زاد حبنا له بالتاكيد. وانا اتشرف الامانه اني احاور هذا الرجل اليوم ويكون ضيف عزيز كريم في برنامج مسائي على تلفزيون الراي، الفنان القدير ولد الديره خالد العقروقه. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. هلا ابو هلا ابو تركي حبيبي اخوي راشد. الله يحفظك. اول شيء مشكور على المقدمه الجميله هذه. وانا يعني ولد الراي وولد الديره، ودائما يعني في اتم الاستعداد في اي لقاء اي 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 شغله يقولونها حق ولد الديره، انا اقول تم اللي تامرونه يصير. وانا جاي يعني اليوم بدردش وياك واللي تامر اقول عندنا مواضيع وايده. حياك والله، يعني الحكي الكثير في حقك اللي تستحقه. الله يسلمك. ودنا نقوله ونتكلم فيه، لكن ايضا الحوار معك جدا ممتع، فبدخل معك في حواراتي. في البدايه الف الف لا باس عليك، والحمد لله على سلامتك. الله واجر وعافيه، ما تشوف شر يا رب، وكل مريض يا رب. الله حاب اطمن جمهورك، وين وصلت في العلاج وشنو حالتك الصحيه الان؟ والله الحمد لله انا مستمر بالعلاج وقاعد اخذ علاجي، والحمد لله الشافي رب العالمين. المرض هذا بالذات يعني هو يبي له النفسيه. نعم. متى ما صارت نفسيتك حلوه وخلي ايمانك بالله قوي، الله سبحانه وتعالى اللي ابتلاك فالله هو اللي شافيك. ودعاوي الناس الطيبه. نعم. الناس اللي تحبك، وانا صدقني يعني لولا دعاوي ومحبه رب العالمين ودعاوي الناس الطيبه مو بس بالكويت، من عمان للكويت. نعم. يعني الكل كان يدعي لي، وانا اقول عسى الله يشافي كل مريض. نعم. وعسى الله يرد كل متغرب لاهله، لكن اللي ابي شيء واحد من المريض انه تكون نفسيته وايد 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 مرتفعه، لان علاج العلاج اللي قاعد ياخذه هذا ربع من علاجه. العلاج الكامل نفسيتك، ابتسامتك. يعني الابتسامة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الابتسامة أبوي أخوك المسلم صدقة. فالابتسامة يعني ترد الروح، ترد كل شيء في حياتك، وانت دائما مبتسم، وانت هذا اللي زرعته عند الناس اليوم تحصده يا ولد الديرة. الحمد لله ما يضيع شيء عند رب العالمين. سبحان الحمد لله. سبحان. انت تحب ولد الديرة ولا ينادونك خالد العقروقة؟ والله انا احب ولد الديرة، وانا خالد ودراشد العقروقة هذول يعني اسامي انا اعتز فيهم، بس انا احب الاسم الفني لان انا احب الكويت، الكويت ديرتي. لما ينادوني ولد الديرة شنو ينادوني يا ولد راشد، اوكي؟ لكن اسم ولد الديرة الاسم هذا يعني حبيته وسميت نفسي اسمه ولد الديرة، والله يرحمه طويل العمر الشيخ يابر الاحمد استقبلني بعد ما شاف مسرحية طاح مخروش. نادى واستقبلني وولد الديرة قال لي لا تغير هالاسم، هذا الاسم وايد حلو وانت ولد الديرة، فكانت وسام لي الله يرحمه ويغمد روحه علينا. فبس خلاص انا يعني خالد، بس الناس كلهم ينادوني ولد الديرة بالشارع استانس. خلاص خالد هذا من اطلق عليك اللقب ولد الديرة؟ انا اطلقت اسم ولد الديرة. انت على الاسم؟ لا، وايد فنانين ترى سبقوني منهم شاهد الخليج وغريد الشاطئ الله يرحمه، محمود الكويتي وعبد اللطيف الكويتي الله يرحمه، اللي انتسبوا حق الارض الطيبه. يعني قال انا فلان الكويتي، انا فلان شو اسمه، فهذا شيء. يعني انت فكرت بينك وبين نفسك الا طلع حق نفسي لقب ولا مشت معك؟ لا لا انا كنت مفكر بالموضوع. مفكر احط لي اسم 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 شي يشعلل. وبالكادرات على الاعمال كله ولد الديره. ولد الديره كله ولد الديره. اي وبعدين خليني اقول لك الناس بعدين عرفت اسمي، كانوا كله ينادوني ولد الديره. يعني انا اذكر الناس يوقفوني بالشارع، تكفى اني بنعرف اسمك، اقول لهم حسين فهمي. طيب يا حسين فهمي يا ولد الديره. يهمك ترتيب الاسماء؟ هذا حق مشروع، هذا حق مشروع، لكن انا بعرف مدى اهميته عند ولد الديره. والله العظيم ولا انظر للمكان الاسم وين يكون. شوف في مسرحيه، اول مسرحيه لي كانت الكره شو اسمه هلو بانكوك، كان اسمي يمكن نقطه يلا تشوفها ولد الديره، لكن الناس ما نسيت كومار اللي مع عسى الله يطول لي عمره فنان الغدير ابراهيم الصلال والله يرحمه ابو جمال محمد سريع، ما نسوا كومار. في مسرحيه الكره المدوره الناس ذكروا احمد مساء الخير. في لولاكي ماما صلوحي سبت تعورني ابي حليبه، مع انه كانوا معاي نجوم. صحيح. اوكي، ولكن يبقى الحكم الاول والاخير للجمهور،
هو اللي يقيم الفنان وين يحطه، وانا ولله الحمد ما في عمل ادشه الا لما اترك بصمه حلوه واترك ابتسامه الناس يذكروني فيها. طيب واعطيهم يعني افيه لازمه ما ينسونها. جميل، هذا الكلام كله صحيح وبصمتك موجوده، لكن ايضا السؤال اللي يطرح نفسه، ولد الديره وين اليوم ان يكون هو النجم الاوحد بالمسرح؟ وين ولد الديره اليوم يكون انه هو متواجد مع فرقته؟ يعني خصص له فرقه خاصه فيه، فرقه ولد الديره بالمسرح بالتلفزيون، انت اهملت هذا الجانب؟ لا والله انا ما اهملت هالجانب، انا لا تنسى ابو تركي يعني انا 6 سنوات اتعالج برا الكويت. نعم اوكي. نعم. بعدين انا من مدرسه المرحوم عسى الله يرحمه وغمد روح لينا محمد رشود. نعم. هذا المنتج صدقني ما في بعده راح يصير منتج في الكويت، انسى. محمد رشود انا من تلاميذه، انا من مدرسته، ما في عقود، في كلمه وتدير ابيك ما بالامل تم بصيق الروح وياك. يقول لك نشتغل 45 عرض، ما تلقى نفسك الا انت بتشتغل 60 70 80 عرض. وصلنا ل 196 عرض في لولاكي، ما شاء الله، كنا جروب على قلب واحد. صح. انا يعني الحين اقول لك اياها بصراحه، انا اقول هذا الميدان يا حميدان، اوكي؟ نعم. يخافون يبون ولد الديره. ليش؟ يا جماعه ترى ولد الديرة يكملكم وانتم تكملونه، اوكي؟ انه ياكل علينا الجو. اي اي نجاح. نعم. اي عمل مو ولد الديرة. صحيح. انتم معي، لو ما انتم تفرشوا لي، لو ما انتم تعطوني، لو ما انا اباصيلكم ما تنجح المسرحيه. صحيح. وما ينجح العمل. بس الحين لا، يبي الحين قاعد اشوف كل مثلا منتج عنده قروبه ما يعطي فرصه حق اي واحد بيطلع يقول لا لا تقول انا اقول كذي انت قول كذي. هذا اللي انا قاعد اسمعه، انا ما حضرت مسرحيات انا من زمان. اخر مسرحيه سويتها مع محمد الحملي، نعم. اسمها الجزيرة، كان نص يعني ما هو مكتوب لي، محمد الحملي موجود والله يوفقه، كل أسبوع عنده عمل وكل أسبوع عنده مسرحية. وقلت له يا محمد ترى قاعد تسويه غلط، اللي قاعد تسويه احنا الكويت مو مصر ولا أمريكا، كل يوم بيجيك جمهور. المسرحيه لما تضرب تاخذ لها صيت شهر شهر ونص وقفت، نزل المسرحيه الثانيه. هذه كانت نصيحتك لمحمد الحملي؟ اي هذه كانت نصيحتي له. محمد ولد ما شاء الله لا اله الا الله عليه، انا احبه، احبه اخو، احبه كفنان، احبه طاقه شبابيه، طاقة جميل، شبابيه. نعم جميل. بس يعني قلت له محمد ترى العين حق، والله باكر يسكونك عين يخلونك تمشي تغني على مسيري على مسيري. وانت تخاف من العين؟ اكو احد يخاف من العين؟ الكل يخاف منها، لكن انت موسوس زياده. لا لا انا ما موسوس، هذا الشيء معروف. انا من الناس اللي سكوني عين يعني. سكوك يعني؟ اي سكوني عين. واحد من ربعي قال تبي اسبرينه؟ قال ايش تعطيه اسبرينه هذا عمره ما ادش مستشفى. اعوذ بالله. ثاني يوم ولا ولد الديره. لا حول ولا قوه الا بالله. فالناس ما تذكر الله. لا حول ولا قوه. يعني العين حق يعني. ال- 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 الامور انا اسمع يعني اغلب البنات في المستشفيات طايحين امراضها كلها من العين، يدشون عرس يرقصون سكوها عين. تحر والله البنيه. الله يكرمك. الله يكرم الله. حرس العالم. أي؟ يا حرس العالم. أي؟ ذكرت قبل شوي نقطه جدا جميله، لن يمر منتج كالمنتج محمد الله يرحمه رشود رحمه. نعم. الله عليه. نعم. وما زال في منتجين بالساحة وتتعامل معهم، أنت قلت كلمة أن العقد كلمة. نعم. العقد كلمة. أنت نعم احنا ربينا كذي الكويتيين. إيه؟ ربيت كذي. إيه؟ شنو الإشكالية؟ هذا راح يدخلني على فيلم العتر. هذا الفيلم اللي لاقى نجاح ولاقى صدى طيب والناس يعني شافت العمل وشافت الناس قاعدة تعمل فيه، وكان العرض الأول أعتقد بدأ من الأسبوع اللي فات. وأنت ما عملت عقد. يعني أنت على التربية اللي أنت تربيتها ولد الديرة. نعم. ليش اليوم مسوي مشكلة معاهم؟ مو انا مسوي مشكله، انا طبعا هذا كتاب رب العالمين، واقسم بالله ما زليت باي كلمه بقولها لكم اياها واقولها حق الجمهور. هذا واحد. شو اللي صار معاي من اول ما دشيت؟ يعني الامر يستدعي انك انت تحلف على المصحف يا ولد الديره؟ اقسم بالله العظيم اللي راح تقول الان اللي راح اقوله ما زليت عليه. فيلم العتر. نعم. واللي صار معاي في فيلم العتر. ليش وصلت للمرحله انك انت تقسم على القران؟ لان 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 ما عندي اي شيء يثبت. انا وقعت على بياض، وقعت على حكي، وقعت على ناس اعطوني الشمس بيد والقمر بيد. الانسان اللي كان يتكلم باسم المنتجه دق علي قال والله بالخير والله بالخير، ترى فلان الفلانيه تبيك معك بالعمل. ان شاء الله والنعم ابشر ان شاء الله تعال لنا اليوم. قلت اليوم انا ما اقدر اجيك انا مشغول، باكر ان شاء الله عقب صلاه المغرب انا عندكم. جيت استقبلوني ما لقيت المنتجه، لقيته هو قال لي احنا عندنا فيلم اسمه العتر وكذي كذي ونبيك ويانا بالعمل وكذي. قلت بالعكس تتشرف، بس خلني اول شيء اقرا الدور اشوف الدور شنو، واذا عجبني ان شاء الله راح اشتغل، واذا ما عجبني ترى الممثلين وايد موجودين. كان يقول لي لا لا
المنتجه تقول اذا ما ولد الديره في العمل انا ما راح انتج العمل. قلت ليش يا اخوي؟ ايدي ميرفي ولا ستيفن سيغال؟ لا يا اخوي انا ما اعرف اجامل، انا وراي جمهور يحاسبني، وراي نقاد، وراي صحفيين اخواني وحبايبي في نفس الخندق راح يلوموني صحيح. اذا شافوني. عقب الاعمال الحلوه تروح تاخذ لك اي عمل. العمل كان حلو وجميل انا استانست عليه. قلت له بس ابي اعرف منو العتر، يعني انا الشباب اللي اشتغلت وياهم والنعم فيهم كلهم شباب طاقات جميله اوكي، قلت ابي اتعرف عليهم يعني ما اعرفهم صراحه. فقالوا لي العتر ضاري عبد الرضا وعبد الله الطرار وفلان وفلان. قلت والله والنعم فيهم فهد عبد المحسن إيه. فقعدنا على طاوله البروفات بعد ما وافقنا، فقبضني ولد اختي طبعا هو وكيل اعمالي، قال لي يا خالي لا تشتغل بدون عقد. قلت له ليش؟ قال لي ترى راح زمان الطيبين. هذا من اللي يقول لك؟ ولد اختي وكيل اعمالي اوكي. وانت رايح حتى على المدرسه القديمه اي. فقلت له يا خالي انت ما تدري يعني المنتجه يعني معروفه والريال قاعد يكلمني بلسانها والامور هذه كلها، بس يعني الحر تكفيه الاشاره اوكي. قال لي اكتب عقد ما فيها شيء، مو عيب انك تطلب حقك وهم ياخذون حقهم. فجيت قلت له يا استاذ ابي عقد. انتوا الحين بلشتوا تصوير؟ لا بعد ما بلشنا تصوير، احنا بالبروفات طبعا وجهه انقلب 32 لون. قال لي شلون يعني عقد؟ قلت له شنو يعني شلون ابي عقد؟ قال يعني تبيني ارجع اروح اقول حق المنتجه انك انت تبي عقد؟ قلت له ليش وانت ظان انا بشتغل وياك ببلاش؟ قلت له حتى اللي يشيل اغراضك من الجمعيه يوصلهم بالسياره انت تعطيه كراميه دينار دينارين. انا بشتغل وياك وبشهر شنو؟ تاخذ من وقتي وتاخذ من ساعتي بعز الحر بالوفره درجه الحراره نص مليون، وانت تدري اني انا جاي من علاج وكثر ما ترجوني اني انا اشتغل معاهم بالعمل، مع ان جتني تليفونات لا هذيلا ما حد يعرفهم. قلت لا يا هذيلا كلهم شباب حلوين وهل الكويت ولاده. وبعدين يكفي معاي فيصل عميري الله يذكره بالخير، ومعاي ايمان نجم الاعلاميه الجميله. نعم. اوكي فيصل اعتذر من العمل لان فيصل انقرص. فيصل ما تواجد لا حتى شو اسمه يعني حتى يوم كلمته انا كان قالوا لي فيصل معاك بالعمل انه دور عنتر. نعم. فتفاجأت قلت له فيصل وينك؟ قال لي بعدين اكلمك. ها فيصل اعتذر؟ فيصل اعتذر اي راح اعتذر عن العمل. فيصل اعتذر عن العمل لاسباب خاصه فيه. ها ريال انقرص منهم في الفيلم السابق اللي اشتغلوا وياه حبيب الارض اي يعني انا كلمته قلت له تعال علمني شو الموضوع. قال لي راحوا وسافروا وراحوا مهرجانات وخذوا جوائز باسمي وانا الممثل، انا المفروض اكون وياهم، راحوا بدوني. قلت معقوله؟ قال لي ايه. يمكن عندهم وجهه نظر لجماعه ثانيه مختلفه يعني بينهم وبين فيصل. بس ما يخالف يعني خليني اقول لك خلينا نرجع على موضوعك انت. خلينا نرجع على موضوعي. إيه؟ المهم كان يقول لي ها انا الحين قلت الحين انا ابي عقد. قال لي اقسم بالله خذها كلمه رجل، واحد اثنين ثلاث اربع. بس الرجال شيمني يعني اعطاني حكي، واحنا الكويتيين تعال لنا شيمنا والله حتى هدومنا نعطيك اياها. تعال لنا بالطيب لاقين ولا تعشين وسط غرشه لاقين ولا تعشين اي لا يعني لا تلف وتدور في حلقه مفرغه. اشتغلت شوف اقسم بآيات الله دلال ومدللك غلط ومغليك من اللوكيشن لين ما اطلع من اللوكيشن، يدهين لا تنكتين. بس يتعاملون معاك يتعاملون معاي انا. الاكل غير، حطوا بالكم ولد الديره ترى اكله غير، ما ياكل كذي ما ياكل كذي ما ياكل كذي. مراعاه لصحتك يعني. وبعدين الريال اقول لك يعني كنا كانت الضحكه ما تنشال من اللوكيشن، من الوناسه والضحك كنا على قلب واحد. وانا قاعد اقول اقسم بالله العظيم انا ما عندي خلاف مع اي ممثل معاي في فيلم العتر، انا اتشرف فيهم كلهم اخواني وربعي وحبايبي. انا مشكلتي مع شركه المنتجه لفيلم العتر وبالاخص اللي كان يتكلم باسم المنتجه. يعني انت الان وصلت لنا يا ولد الديره ووصلت للمشاهد الكريم ان احنا يا جماعه انا قبلت هذا الفيلم وقرات هذه الشخصيه والناس استقبلوني احسن استقبال. إيه؟ ولما طلبت انا العقد قالوا لي لا لك وما لك وكذا، وخذوني بالكلام الطيب ورحبت بهذا الكلام. وان ما في اي مشكله في موقع اللوكيشن. اكلي الجماعه مداريني في اكلي من استقبالي لين امشي، والاوضاع كلها جميله ما في اي خلاف مع اي احد، فقط مع من يمثل المنتجه بالحديث. إيه؟ مع ولد الديره. إيه نعم. شو اللي صار ما بينك وبينه وش المشكله بعد الفاصل اسمعها منك. أنا جاهز. فاصل مشاهدينا وراجع لكم ان شاء الله.
اللي انضم لنا بهذه اللحظه نقول له حياك الله ويا هلا مرحبا فيك، وضيفنا الكريم ولد الديره الفنان خالد العقروقه. تكلم قبل الفاصل وتحكينا معاكم عن رحلته والعلاج وغيره والامور هذه كلها، وتكلم عن مشكلته مع فيلم العتر، والرجل اقسم على القران الكريم ان ما يقوله بهذا الفيلم هي الحقيقه. نعم. وصل لنا رساله بان الاوضاع جدا جميله وما في اي شيء، والكل يستقبلني بحفاوه ويودعني بحفاوه، وما عندي اي مشكله مع اي فنان، مشكلته فقط مع من يتحدث بلسان المنتجه. كون يا جماعه سووا لي عقد، قالوا ليش اسوي لك عقد، انت تدلل واللي تبيه واحنا حاضرين. عدل ازيدك بالشعر بيت، تفضل كمل الموضوع. بعد التصوير بكم يوم جيت ابي اجس النبض، قلت له فلان، قال نعم، قلت له ابي دفعه، قال ان شاء الله. ياب دفعه مبلغ وغدره، كان يقول لي هذا يلا اوقع العقد. قلت له اوقع العقد على شنو؟ هذا مو اجري. قال لا لا، هذا مني لك، اقسم بايات الله بهالمصحف. قال هذه مني لك هديه. شنو؟ قلت له المبلغ هديه؟ اي. قلت هذا انت بتعطيني انت المبلغ هذا هديه؟ ايش وقعت؟ اي اكيد، اي اكيد المنتجه بتعطيني فيلا وسياره. يعني لا يعني المبلغ محترم. اي مبلغ وقدره. اي لا مبلغ، اي مبلغ بس مو اجري، يعني ربع اجري او اقل من ربع اجري، اوكي؟ فانا قلت له مشكور ما قصرت. يعني هذا المبلغ خلنا نتوقف عنده حتى لا يفهم المشاهد انه خلاص يبقى هذا حق الرجل بعد. لا لا لا، هذا طالب السالفه. هذا المبلغ اللي استلمته من هذا الشخص واللي قال لك ان هذه هديه، إيه؟ هذا المبلغ لا يعتبر هو اجر خالد العقروقه ولد الديره. نعم هذا ما في اي اجري ما تاخذه. لا لا هذا ما اخذه ولا افكر فيه. نعم. يا رجل انا بدقيقه ونص خدت مبلغ ثلاث اضعاف اللي اعطاني اياه هو، اوكي؟ بعدين لأهمن هذا كله طبعا يوم ناقشته قلت له فلان، قال لي نعم. قلت له شوف ترى انا قلبي ناغزني. قال لي شوف والله العظيم اقسم بالله ومصحف كلام الله، قال لي واحد انت شريك معانا بالفيلم لك نسبه 12%، لك ما ادري شنو، لك ما اعرف ايش، يعني تعرف انا كنت اقول له يعني انت الحين قاعد تعطيني هالسوالف، هل ما راح تكمل لي باجي اجري ولا هذا اللي بتعطيني اياه اجري؟ قال لا هذا مو اجرك، والله العظيم المنتجه قالت ولد الديره ما لكم شغل فيه، ولد الديره عندي انا، انا اللي بعطيه وانا اللي بسوي له. قلت والله عسى الله يطول لي عمرك. هالحكي هذا متى كان؟ يعني اي تاريخ قاعد نتكلم احنا باي شهر واي سنه؟ احنا صورنا متى؟ شهر 4 أو 5 ما اذكر والله. السنه اللي فاتت؟ اي اي بعز الصيف. يعني 2016 اي 2016 2016 طيب. وبها شهرين تصورون؟ بالصيف تعرف الصيف الوفره الذبان اكثر من الصين، اكثر من شعب الصين، تطب عليك 15 مليون ذبانه على ما توخر الذبان يلا بتلقط مشهد. المهم الامور هذه كلها بعد ما خلصت التصوير والله العظيم انا ما اقول الا كلمه الحق، ما سمعت صوت اي واحد فيهم، اتصل ما حد يرد، ولكن في كلمه حق لازم تقال باسم الرجل هذا اللي انا ما انساه، المخرج خالد القلاف. نعم خالد في أخلاقه، خالد في أسلوبه، خالد في تعامله، خالد تحس يعني إنسان ما كان راضي على الوضع اللي قاعد يسوونه معاي، أوكي؟ فالتقيت فيه قلت له هل يرضيك يا أبو وليد؟ السمي حاجني أنت إنسان حقاني. قال لي والله شو أقول لك يا خالد، يعني أنت وربعي ما أنا شو أقول، أنا بعدهم مثلك، أنا قاعد أشتغل بالفيلم هذا. قلت له خير إن شاء الله. قبل افتتاح الفيلم بيومين أو ثلاثة دق علي واحد قال لي أنا وكيل من منتجة الفيلم كيت كيت. قلت له حياك الله آمر. كان يقول لي في دعوة لك على أساس تجي تحضر الفيلم. قلت أي فيلم؟ قال فيلم العتر. قلت أنتوا أعطيتوني باجي أجري عشان أقدر أجي الافتتاح؟ هذا واحد. قال لا حقك محفوظ لا تحاتي. قلت له إذن خل المنتجة تدق علي واسمع الكلمة منها وانا يكون باكر عادي، انا عشان اعرف انه جيبي لي، اوكي؟ نعم عدل ام عدل؟ لان اللي كان يتكلم بلسانها ما سمعت صوته، حتى لو هو داق علي وقال لي في دعوة كان احس انه في بادرة خير انه نعم والله تعال. طيب ليش ما اتصلت عليه انت؟ انت ليش ما اتصلت عليه؟ ذابت الارقام من كثر ما ادق عليه، طارت الارقام من تليفوني، ما قام يرد، قمت ادز له مسجات، يا اخي ليش تعاملكم كذي معانا؟ احنا عيالكم، ليش تسوون كذي؟ مو انا يوم شو اسمه؟ دقيت يعني على فيصل، قلت لفيصل صار انت اقسمت على القران، وهذا ايه؟ الكلام كان ما بي اشكك فيه، يعني ايه؟ مساءلة امام الله. انا والله يعني العظيم شوف انا يعني فنان شغلة. قدير مثل ولد الديره يعني يتم التعامل معاه اني انا ما ارد عليه، ايه؟ صعبه والله صعبه. والله كانوا يتصلون باليوم
تقول فات الحمامة ست سبع مرات، ها تبي شيء تا مرة. شو اللي غير الموضوع؟ ليش غير هل الموضوع؟ هل ليش أنا يعني طلبت حقي؟ هذا واحد. اثنين، بعدين بوجه رسالة حب حق إنسان أنا عزه وأحبه وهو يدري إيش كثر أنا أحبه. في يوم الافتتاح ليش إني ما حضرت؟ طبعا بالإنستغرام قال حكي أنا ما رديت عليه، الأخ عبد الله طرارو، لأني أنا أحبه وأعزه وأعرفه ولد ناس وكلهم عيال ناس وعيال عوائل محترمة، أوكي. بس أقول له يا عبد الله أنا ترى وايد وايد احترمت آدميتي وما رديت عليك ذيك الليلة بالإنستغرام، ولا لو راد عليك بسويك مسلسل خمس حلقات أخليك تمشي وتحاكي نفسك، ولكن أنا أحبك في الله، وكلامك هذا اللي قلته مو أنت اللي تغيم ولد الديرة. ولد الديرة لجمهوره، ولد الديرة لناس تحبه، ولد الديرة الله يحبه وحبه بعباده. ليش تدخل عبد الله؟ ليش تدخل الموضوع؟ وأنا مشكلتي مو معاك أنت، أنا مشكلتي مع الشركة، أنت ممثل أخوي حالك حال غيرك. ليش تدخل هو عبد الله؟ تدخل والكلام اللي كتبه أبصم لك بالعشرة، مو كلامه، مو كلامه. وليش يتحمل كلام غيره؟ نفس ترى الحكي اللي دز لي دز حق فيصل العميري نفس الشيء سواه. أنت يا عبد الله يا أخي أنا ما أقول لك ولا أستصغرك، لا بالعكس أنت نجم وأنت راح تكون من نجوم الكويت اللي إحنا نتشرف فيهم، بس يا عبد الله لازم تكون إنسان مخير مو مسير. طيب نرجع على موضوع اتصلوا عليك والدعوة وتعال وقلت أنا خلني أكلم المنتجة خلوها تحاكيني. إيه شو اللي صار؟ ما حد رد علي. قالك إن شاء الله حاضر راح خليه تكلمك؟ لا لا قال لي إن شاء الله وما حد رد علي. عرفت إنه ما حد رد علي، قال إنه عرفت إنه مو هو اللي تكلم بلسانه، أحد دازه يمكن اللي كان يتكلم معاي. أيه بس من اسمه إيه شوف ترى اللي على رأسه بطحة يتحسسها. ليش ما شلت نفسك ورحت حق المنتجة هذه وقعدت معاها؟ أقسم بآيات الله وأنا حلفت المصحف إني وصلت ليل بيت ليل بيت وقلت لهم أبي أشوف المنتجة المنتجة. أيه قال إن شاء الله شوي، قال مو إني طلعت بس بعد ما تعرف رقمها معقولة؟ ما تزوركم اللوكيشن؟ هي أقول لك والله ما شفتها ما سمعت صوتها، أقول لك والله ما سمعت، هم يدرون أني أنا مريض ويت اشتغلت لجل عينك أنتي وعين حبايبي، ولأن أنا أول مرة أبي أشتغل سلمه الله يعني شيء راح يدش السي في مالي أني أنا سويت عمل ومعاك أنتي لحياتي السلمة الكويتية زين. ليش الكلمه الطيبه ما نسمعها عقب ما نخلص؟ ترى الفلوس مو الفلوس هي كل شيء، المال يفنى والحبيب يدوم. رفعوا التليفون بالكلمه الطيبه. ما غريبه ما تواصلت معاها ما يعني انت استصعب عليك الامر صوتها. ولد الديره استصعب عليه رقم شخص يتواصل معه؟ لا طلعوا ثلاث ارقام كل ما ادق يقولوا لي مو رقمها مو ايش تبينا نسوي يعني بعد ال 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 مو دورك اصلا، المفروض انت ما تسوي هالامر هذا كله، المفروض انت ما تسوي هالشيء هذا كله. شوف اللي ما يطيع يضيع، اللي ما يطيع يضيع، لوني طايع كلام ولد اختي اوكي اللي هو مدير اعمالي كان ما صارت هالمشاكل. طيب الان المشكله هذه إيه والعقود وطحنا في المشكله إيه؟ انت طالب مليون دينار؟ لا يعني انت طالب مبلغ مثلا صعب الناس تقول والله يا جماعه هذا مو صحيح اللي قاعد يطلبه مبالغ فيه، خلوه لين يهدى شوي شو ينزل بالسعر ونعطيه. إيه ايش اللي حاصل؟ والله اللي طلبته اغل من اجري بعد، صدق وتامن بالله قلت انا شاريكم دوم ويوم ويت قلت له ان شاء الله بعد هالفيلم ترى عندي فيلم كوميدي حلو اجتماعي سياسي من اروع ما يكون، وقلت له ترى انا حطني على الملاغ يعني شو الكلام كان يقول لي كلام الانسان لما يعني يقول لك حكي وتحس ان البني ادم يعني قاعد يقول كلام شاريك وانه قاعد يتكلم باسم المنتجه انه حطوا بالكم عليه لا حد يصوبه انا بعطيه أنا زين. الحكي هذا وين راح؟ طيب شو اللي يمنعه؟ كان بامكانك تقول لي كلمه واحده بس. طيب إيه؟ كلمه واحده اقول لك طاح الحطب. زين والله كلمه واحده إيه؟ لو يطيب خاطرك فيها تطيح كل شيء. اطيح كل يبقى ترى ابو تركي احنا عيال ناس شايفين خير وشايفين نعمه والامور والفلوس ما هي كل شيء. يقول لك معرفه الرجال تجاره ومعرفه الهيلق خساره، لما الواحد يعرف تجار ناس تجار مثلك شرواك يعني يكسبه دوم. الحين للاسف حتى الصداقه صارت مصلحه يا رجل. انا اشتغل اخلص العمل اروح بيتنا ما لي شغل باللوكيشن، لان مو ربعي الفنانين اللي قبل نسال عن بعض وواحد يسال عن الثاني. الحين لا صار حتى العمل عمل مصلحه، حتى اذا بغى ينتج المنتج الان يكاسرك على سعرك. انت تبيني فنان ولا تبيني دلال زل؟ تبيني فنان ولا اصفط لك سمكه؟ علمني هذه شغله. انت خذيت فلوس كمنتج منفذ، اذا
قادر تعطي كل انسان اجره وتسوق ويك الخير. طيب يا 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 ولد الديره امر ما يمر عليك ظالم الان، هذا الرجل اللي يتحدث باسم المنتجه شنو مصلحته انه ما يعطيك حقك؟ ايش مصلحته هو؟ يقول حق المنتجه ترى ولد الديره طلب كذا، كون هي المنتجه ولد الديره والله طالب مبلغ الفلاني، تبين تعطينا ما تبين تعطينا تفضل تواصلي معه. هو ايش مصلحته انه ما يعطيك حقك؟ والله خليني اقول لك شغله، لان الريال اعطاني حكي والله مصحف كلام الله وكتاب الله ما زليت عليكم صح. يعني لما قال لي هذا المبلغ مني لك هديه وانت لك 12% من مدخول الفيلم، وانت قلت له فلان وثق هالحكي، قال خذها كلمه ريال، قلت له تم والله العظيم ما زليت عليكم في اي كلمه. وبعدين يوم قال لي المنتجه الان ما هي موجوده في الديره وكلمتني قالت لي ود الديره ما لكم شغل فيه، انا لما يجي انا راح اطيب خاطره واعطيه اللي يبي. بعد لما الانسان يتكلم ايش مصلحته اليوم ما يصير هذا الامر؟ ايش مصلحتهم يا انا 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 استغربت ترى ذاك اليوم ذاك اليوم يوم شفت ترى اللقاء انت لقائك انت وياه مع شو اسمه عبارهم بيحروني لما يقول والله عبد الله طرار وفلان وفلان ورابع خامس اسم ولد الديره، ولك عساك تحط اسمي بالسرداب ما يهمني، انا ما ادور اسامي، الناس هي اللي تحكم، الجمهور لما يشوف العمل يحكم. انا وناسي وكنزي صح اللي اخذته والمليون اللي دش حسابي، الان لما شفت الناس طلعت من الفيلم مبتسمه وقاعد تذكر قطات ولد الديره، ان رسمت الابتسامه على وجه جمهوري، تركت بصمتك المعهوده الحمد في كل لله. عمل الحمد لله طيب. هذه عندي تسوى ملايين الدنيا جميل. سواء اعطيتني او ما اعطيتني، وانا ترى مو جاي اسوي اللقاء اترجاك انك تعطيني الفلوس، لا بس تراك من تمحلل فيهم ليوم القيامه، بس انا من بعد اليوم ما راح اسوي لقاء، لان وصلت رساله لك ولغيرك، وبالذات اللي اقول له يا عبد الله الطراروه لا تغلط على حبايبك واخوانك، المشكله بيني وبين المنتج شركه الانتاج الشركه اللي انتجت فيلم العتر، انت لا تلاقف، ترى انا ان حطيتك براسي اخليك والله تغني على مسيري على مسيري، بس انا احبك في الله وتدري كلكم قلت عنكم كلام طيب في كل مقابله وكلكم، وانا اشكر الصراحه يعني الفنانة الراغية الإعلامية الجميلة إيمان نجم، لأن إيمان نجم تكلمت بحق وقالت وصلت الرسالة حق ناس وصلوا لي الكلام بالإعلام ولا خاص؟ خاص 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 وإيمان ترى ما هي يعني مترددة أنها تقول، قالت لي تعال البرنامج القايلة موجود، المايك مبلد دق علي فلان، دقوا علي صحفيين، دقوا علي محامين، دقوا، قلت له يبا انا ما ابي اكبر الموضوع. وليش اليوم ليش اليوم تتكلم بالموضوع؟ اليوم تكلمت الموضوع لان شفت اللقاء، الناس عندك خبر اني انا في تاريخ 15 لازم اكون بعمان، عندي مسرحيه الان في عمان اسمها يا حي الله من يانا، امس قاعدين ترجوني، قلت لهم رجاء انا قاعد انطعن، قاعد يطلقون علي رصاص، قاعد يتهموني اتهامات، لازم ارد واوضح حق الناس واقول لهم شنو هذيلا سووا معاي. اليوم ايش مصلحته ما يعطيك حقك؟ ما ايش مصلحته خلاص، لان القانون لا يحمي المغفلين. انا اقول لك اياها بصراحه، ما وقعت عقد، العقد اللي اعطيتهم اياه ما ادري ايش حطوا ايش كتبوا ما اعرف ايش، حتى الوصل ما وقعت، ما عندي ولا ورقه تثبت اني انا اشتغلت وياهم. نعم اوكي، فالامور هذه كلها انا قلتها ونزل الله يذكره بالخير استاذ ياسر العيله، نزل الفيديو اللي انا قلت له انا عندي استعداد على مواجهه ويكون كتاب رب العالمين بيننا، لان ما في احد ويانا. هو قال ما عندي مشكله اني انا اواجه ولد الديره واقعد معاه واواجهه على الهواء امام الناس، انت الان انا اسالك عندك ما يمنع انك انت تلتقي معاه وتتحاورون على الهواء مع بعض؟ مو فقط المشكله نجد حل. انا حبيبي اقول كلامي حطيت النقط على الحروف واقسمت بالله، وابي بس يقعد جبيلي هني ويحط ايده على المصحف ويقول اني انا ما قلت هالحكي، اقول له بس مشكور ما قصرت، الحساب عند رب العالمين، لا انت يا ابو تركي اللي بتحاسبني ولا احد. نعم الله ترى ما يطق بعصاه، لكن رب العالمين ما يترك صح ما يترك حق انسان وراهم طالب. انت الان انت ضيفي اي نعم، وانت لك الحق الكامل في انك انت تقبل او ترفض ايه واللقاء لحضرتك ايه، عندك مانع
ان نتواصل معه عبر الهاتف ويتداخل معانا، او انك حاب انك انت تلتقي معه هو في حلقه ابي ثانيه؟ هوى ابي وجها لوجه. اذا تليفون ما ينفع، التليفون ما ينفع. حقه. ابي انا اذا اللقاء عندك استعداد بس حتى للمشاهد. انا احب المواجهه. ما عندك مشكلة. نعم، وانا منزل ياسر العيله الشسمه قلت له انا مستعد على مواجهه معاك، ونخلي الناس واللي بالجدر طلع الملاس والناس. وهو على استعداد تام، وهو على استعداد تام، على استعداد وأبدأ تام. دوره قال انا مستعد حتى اقول. هو قال انا مستعد اني انا قابل ولد الديره واقعد معه، وايضا الصحفي ياسر العيله يكون موجود. والترتيبات كلها راح تكون مع معده البلاغ ان شاء الله الاستاذه مروه. أيوة. راح تعد هذه البرنامج، لكن انا اخذت الكلمه من حضرتك انك انت راح تواجه لحل هذه المشكله. انا اتواجه وياه واقول له ما زلت لحد الان ترى لك مكانه ومعزه، لان اللي بيني وبينك عيش وملح واشتغلنا مع بعض والامور هذه كلها، ولكن انا اعتب عليك بشغله واحده. بعد ما خلصنا العمل بذمتك حتى كلمه الله يواليك العافيه ما قلتها. محمد رشود الله يرحمه، ليش اقول لك ما في منتج مثله؟ لما يخلص العمل يسوي حفله، يسوي دروع، شهادات تقدير، وعشاء، وصور مع الفنانين، يعني يحسسك ان انك انسان فنان بمعنى الكلمه. ولده ولده انت، ولده انت، تلميذه. انا محمد رشود درسنا ايام متوسطه، وسوى معاه لقاء قال من كثر ما هو شيطان ابي اطقه ما اقدر، يضحكني ولد الديره. زين، انا ما ابي شيء منه، الحكي قول والامور قول، وقال وما قال، وقيل وما قيل. انا يكفي اني اقسمت بالله قدام الناس هذه كلها. صح. شافت القسم اني انا اقسمت بالله. انا مو اقول له ترى مو انا قاعد انطر فلوسي، لا يبى اروح. انا الحمد لله شايف خير وشايف نعمه، شبعان الحمد لله. وانا واثق من نفسي. وين ولد الديره؟ انا اقول هذا الميدان يا حميدان. واقول لك على فكره، اغلب الممثلين ربعي ما يتجرؤون يدقون على ولد الديره، يبونه معاهم مسرحيه، مع اني انا ترى لاني راعي مشاكل ولا شيء، بس يخافون ان ولد الديره ياكلهم على المسرح، وهذا اكبر غلط يا يبا. الحين ربعك زملائك يخافون يطلعون على المسرح. اي نعم، انا اقول لك اعطيك ابسط مثال. إيه؟ انا عندي اخوي وحبيبي طارق العلي. طارق العلي واحد من اخواني، داش طالع البيت، من اعز واغلى الناس عند عائلتي كلها. اوكي، وكانوا الناس ضامنين انا اول ما ارجع من تايلند اشتغل مع طارق العلي، مجهز لي عمل حلو نشتغل انا طارق العلي. يكون في علمك ما سمعت صوته وانا في تايلند 6 سنوات، ويوم جيت هني ويا بالمطار كان هو صدفه بيسافر السعوديه، مو كان جاي حق ولد الديره. وثالث شيء ان طارق العلي، يعني كنت اتمنى شغله واحده، انه يحس ان اجمل اعمالي كانت معاه. طاح مخروش، شربكه دربكه، بشت الوزير، شغلات وايده، مسلسلات مع الله يذكره بالخير. وجه له احلى تحيه عبد الله الحبيل، صالح تحت التدريب، كان معاي طارق العلي، كنا نسوي دقات في عبد الله الحبيل. ذاك اليوم يكرمونا انا والعم سعد الفري وحياه الفهد. العم ابو بدر يقول لي والله يا خالد من اجمل الاعمال اللي سويناها لعبه كبار. وين؟ قلت له عمي وين؟ دافنينها في تلفزيون الكويت، اعمالنا مو قاعد يحطونها. الاعمال الحلوه الجميله في ناس ما شافتها. انا اقول لك انا انسان محارب، ورحت حق وزاره الاعلام ودشيت على الوكيل ودشيت، قلت يبقى انا في ناس قاعدين يحاربوني. شو الموضوع؟ شو السالفه؟ ابى اعرف شو السالفه؟ يعني اجيب عمل حلو القى قدامي 600 باب مسكر، واحد جايب عمل ترى الشمس ما يغطيها المنخل. وصل هالرساله حق المسؤول، وكيل في وكيل وزاره، في وزير، في غير. حكيت انا لي كل يوم مداخله بالتلفزيون، لي كل يوم مداخله. يبها انا ولد هالارض، ولد هالديره. نعم. احب اهلي واحب ديرتي، واحب ان المواطن الكويتي يعيش شيخ زمانه في ديرته. اقول حق اعضاء مجلس الامه من هني، من منبر الراي، من برنامجكم، اقول يا اعضاء مجلس الامه يلي صوتوا لكم اهل الكويت، شرعوا القوانين الطيبة لهم. أنا أمس قاعد أطالع، يعني شرعوا قوانين تكفل لهم حقوقهم في ديرتهم. ما يصير يا جماعة الخير. أمس على التلفزيون في الشاهد مع برنامج محمد الملا، واحد الله يذكره بالخير اسمه راشد المطوع، أبوه مسوي عملية مو لاقي له سرير في المستشفى،
وزير الصحة أنت تقول الأولوية حق الكويتيين، الأولوية اسمه المواطن. صار يا أخوي أبو تركي غريب بين في مثلث وطن، برمودا، غريب في ما وطن بين الحكومة وما بين المجلس وما بين التجار، الكل يطحن فيه من صوب. كونه اسهل اسهل شخص، ابسط شخص. واذا احنا تحكينا واذا احنا قلنا قالوا هذا ما معاجبه احمد ربه، يبا نادي احمد ربنا، بس احنا قاعدين نمشي بالشوارع، يبا احنا مو كارهين الوافدين، بالعكس حياهم الله. والكويت قرقور، قلنا الكويت تشيل كل اسمنته، حياهم الله. لكن يا جماعه حطوا تركيبه سكانيه، ما يصير احنا 1,300,000 والوافدين 3 ملايين وما ادري كم. يعني لا تلقى لك مكان. عيالنا اللي تخرجوا من الجامعات ومن ارقى الجامعات بذمتكم مو حرام يقعدون سنه وسنتين يشربون شاي الضحى مع امهاتهم ملاقين وظائف، وتجيبون الوافدين مستشارين وما ادري شنو معاشاتهم 3,000 4,000، ليش عيالنا ايش فيهم؟ عيالنا مو اولى ولا ترى كلهم كفاءات وكلهم يحبون الارض وهم اولى. نعم. في خير الارض. الكلام كثير وهي وجهه نظر واراء في النهايه، وفعلا من باب وشيء انت ترى اكثر من غيرك، انت ترى هذه الامور كونك انت فنان والناس تنقل لك هذه الهموم. نعم. وتنقل انا ودعتك الوقت والله يا ولد الديره، الوقت كله لك الامانه، لكن حبيبي. والله الوقت انا انتهى حبيبي. لكن انا استنكرت موقف يعني ابو محمد طارق العلي معاك هذه العشره، بغض النظر انك انت تعمل معاه ما تعمل، لكن كموقف الله يوفقك. نعم. لكن كموقف انتم اخوان وفنانين، كانك ترسل رساله اليوم الفن والصداقه بالفن وهذا المجال ما فيها وفاء. انتهى. ما فيها وفاء. بارك الله فيك ولد الديره. حبيبي. الفنان القدير خالد العقروقه، تشرف جدا باللقاء معك. الله يسلمك. انا اشكرك واشكر قناه الراي وبرنامجكم الجميل، واشكر العاملين كلهم والفدائيين اللي ورا هالكاميرات واللي في الكنترول. الله يواليكم العافيه وسامحوني على القصور، وان شاء الله اكون ضيف خفيف على قلبكم. يا جماعه ترى الصراحة تزعل، وارجو الناس اللي انا تكلمت اياهم ووصلت لهم رساله لا يزعلون، يا ريت يواجهوني مثل ما تفضلت يا ابو تركي. بارك الله فيك. لكن اذا اتصلوا عليك بيعطونك حقك؟ ما انتهت المشكله ولا؟ اذا اتصلوا إيه؟ انا راح يشوفون ايش راح ارد عليهم. يبا الكلمه الطيبه تملك فيها البني ادم. بارك الله فيك. اوكي. ومهما ترى احنا عيال هالارض، احنا عيال ديره واحده. بارك وبعدين المنتجه منه، المنتجه منه وفينا. يعني المنتجه يعني انسانه راغيه وانسانه معروفه ان شاء الله وصلت الرساله، وقد يكون عندها خرابيه في هذا الموضوع تتواصل معها. انا كنت كلية اتمناها منها بس الكلمه، بس ما بشيء. ما اتصلت عليك نهائيا ابدا. كل شكر لضيفنا الكريم الفنان ولد الديره، مستمرين معاكم بعد الفاصل.